أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في موضوع الخمس قد انتهى من الكلام حول قضية أن الخمس قد أبيح للشيعة، أو أن الخمس فيه آراء متعددة، وذكرنا بأنه لا يوجد أي دليل يثبت أمام النقد في إثبات أي واحد من هذه الآراء التي أشرنا إليها وأجبنا عنها. ووصل الكلام في هذا الموضوع، وهو موضوع الخمس، إلى أنه ما هو الدليل على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام المهدي كان يستلم الخمس من الشيعة؟ هل هناك أدلة دلت على أن الإمام المهدي سلام الله عليه كان يستلم الخمسة من الشيعة؟ البحث اليوم في هذه القضية، هل كان الإمام يفعل ذلك أم لا؟ نقول أنه توجد عندنا روايات، وروايات كثيرة تدل على ذلك، وهو أن الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام كان يستلم الحق الشرعي من الشيعة، بل من مختلف البلدان التي يتواجد فيها الشيعة، وكان يتعامل معهم ويخبرهم بتفاصيل هذه الأموال التي تصل إليه، وكان يبين لهم بواسطة النائب أو بواسطة الوكيل مضمون الكتب التي كانت تتواجد معهم، وذلك من أجل حصول الوثوق والإطمئنان أن هذه الأموال قد وصلت إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى الإمام الحق الذي يجب الرجوع إليه. وهكذا حتى يحصل أن الشخص الذي يدعي النيابة والوكالة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا كان ادعاؤه ماذا؟ فعلا ادعاء صحيحا، وأنه كان مكلف فعلا بالقيام بهذا الأمر نيابة عن الإمام سلام الله عليه. طيب، ما هي تلك الروايات التي دلت على هذا الكلام؟ من هذه الروايات قول بعض المحدثين، قال أبو الحسن علي بن محمد بن حباب يقول حدثنا أبو الأديان قال كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأحمل كتبه إلى الأمصار، فدخلت إليه في علته التي توفي فيها صلوات الله عليه، فكتب معي كتابا وقال تمضي بها إلى المدائن، فإنك ستغيب 15 يوما فتدخل إلى سر من رأى يوم 15، وتسمع الواعية في داري، وتجدني على المغتسل. هكذا أخبره الإمام. قال أبو الأديان فقلت يا سيدي، فإذا كان ذلك فمن، يعني يقصد يعني لمن أرجع، فمن؟ قال من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي عليكم السلام ورحمة الله. فقلت زدني. فقال من أخبر بما في الهميان فهو القائد بعدي. طبعا يقول الراوي ثم منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان،
وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها، ودخلت سر من رأى يوم 15 كما قال عليه السلام لي، فإذا أنا بالواعي في داره، وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار، والشيعة حوله يعزونه ويهنونه، فقلت في نفسي إن يكن هذا الإمام فقد حالت الإمامة. حالت يعني كأنه يكون يعني كلمة يعني غير مناسبة، باعتبار أنه يعني الإمامة حالت يعني أصبحت في وضع غير صحيح. يقول إن يكن هذا الإمام فقد حالت الإمامة، لأني كنت أعرفه بشرب النبيذ ويقامر في الجوسق. ويلعب بالطنبور، يعني يمارس المراهنات ويمارس ماذا؟ يمارس آلات الطرب. فتقدمت فعزيت وهنيت، فلم يسألني عن شيء، ثم خرج فقال يا سيدي ثم خرج عقيد فقال يا سيدي قد كفن أخوك، فقم للصلاة عليه. نعم بالضبط، أحسنت. قد كفن أخوك فقم للصلاة عليه. فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان، والحسن بن علي قتيل المعتصم المعروف بشلمة. فلما صرنا بالدار إذ نحن بالحسن بن علي عليه السلام على نعشه مكفنا، فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة بشعره قطط، يعني شعره ليس بطويل، قطط، بأسنانه تفلج، يعني شلون احنا نقول فراغات، فرجة يعني بين الأسنان يسمونه تفلج، يعني فراغات بين أسنانه. فجذب رداء جعفر بن علي وقال تأخر يا عم وأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد أربد وجهه، فتقدم الصبي فصلى عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه، ثم قال يا بصري، يحدث هذا الشخص، ثم قال يا بصري هات جوابات الكتب التي معك. فدفعتها إليه وقلت في نفسي هذه اثنتان، يعني من العلامات، بقي الهميان. ثم خرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفر، يعني ما عجب الوضع، فقال له حاجز الوشاء يا سيدي من الصبي، يعني ليقيم عليه الحجة. فقال والله ما رأيته قط ولا عرفته، يعني هذا عمه ومع ذلك ما يعرفه. فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي فعرفوا موته، فقالوا فمن، يعني من الذي بعده، فأشار الناس إلى جعفر بن علي فسلموا عليه وعزوه وهنوه وقالوا معنا كتب ومال، فتقول ممن الكتب وكم المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب، يعني هكذا يقول جعفر اللي هو الجعفر الكذاب. قال فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه 1000 دينار 10 دنانير منها مطلية. فدفعوا الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام. نعم سنذكر الرواية بالنتيجة، سنذكر الرواية في آخر الرواية نذكرها. فدخل جعفر بن محمد على المعتمد وكشف له ذلك، فوجه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل الجارية اللي هي كانوا يتوقعون أنها يعني عندها الولد، فطالبوها بالصبي فأنكرت ودعت حملا بها لتغطي على حال الصبي، فسلمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي، وبغتهم موت عبيد الله بن يحيى بن خاطان فجأة، وخرج صاحب الزنج بالبصرة، فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن أيديهم، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. هذا الكلام موجود في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق في الجزء الأول صفحة 150 وصفحة 152. هذه الرواية الأولى، واضح؟ الرواية الأولى في قضية أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام
كان يستلم الخمس من الشيعة، لا كما يقول البعض بأن الخمس مباح للشيعة. الرواية الثانية، روى الشيخ الأجل الطوسي بسنده عن جماعة من بني نوبخت منهم أبو الحسن بن كثير النوبختي، قال: وحدثتني به أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري الذي هو ثاني النواب الأربعة، أنه حمل إلى أبي جعفر في وقت من الأوقات ما ينفذه إلى صاحب الأمر عليه السلام من قم ونواحيها، فلما وصل الرسول إلى بغداد ودخل إلى أبي جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه وودعه وجاء لينصرف، قال له أبو جعفر عليه السلام: قد بقي شيء مما استودعته فأين هو؟ فقال له الرجل: لم يبق شيء يا سيدي في يدي إلا وقد سلمته. فقال له أبو جعفر: بلى، قد بقي شيء، فارجع إلى ما معك وفتشه وتذكر ما دفع إليك. فمضى الرجل فبقي أياما يتذكر ويبحث ويفكر، فلم يذكر شيئا ولا أخبره من كان في جملته. فرجع إلى أبي جعفر فقال له: لم يبق لي شيء في يده مما سلم إلي وقد حملته إلى حضرتك. فقال له أبو جعفر: فإنه يقال لك الثوبان السردانيان، يعني هذه ثوبان سردانيان، هذه منطقة موجودة في بحر المغرب، اللذان دفعهما إليك فلان ابن فلان ما فعلا. فقال له الرجل: إي والله يا سيدي لقد نسيتهما حتى ذهبا عن قلبي ولست أدري الآن أين وضعتهما. فمضى الرجل فلم يبق شيء كان معه إلا فتشه وحله وسأل من حمل إليه شيئا من المتاع أن يفتش ذلك، فلم يقف لهما على خبر. فرجع إلى أبي جعفر فأخبره، فقال أبو جعفر: يقال لك امضي إلى فلان ابن فلان القطان الذي حملت إليه العدلين القطن في دار القطن، فافتق أحدهما وهو الذي عليه مكتوب كذا وكذا فإنهما في جانبه. فتحير الرجل مما أخبره به أبو جعفر ومضى لوجهه إلى الموضع ففتق العدل الذي قال له فافتقه، فإذا الثوبان في جانبه قد اندس مع القطن، فأخذهما وجاء بهما إلى أبي جعفر فسلمهما إليه وقال له: لقد نسيتهما لأني قد شددت المتاع فجعلتهما في جانب العدل ليكون ذلك أحفظ لهما. وتحدث الرجل بما رآه وأخبر به أبو جعفر عن عجيب الأمر الذي لا يقف إليه إلا نبي أو إمام من قبل الله الذي يعلم السرائر وما تخفي الصدور. طبعا هذا الرجل لم يكن يعرف أبا جعفر، وإنما أنفذ على يده كما ينفذ التجار إلى أصحابهم على يد من يثقون به، ولا كان معه تذكرة سلمها إلى أبي جعفر ولا كتاب، لأن الأمر كان حادا في زمان المعتضد والسيف يقطر دما كما يقال، وكان سرا بين الخاص من أهل هذا الشأن، وكان ما يحمل به إلى أبي جعفر لا يقف من يحمله على خبره ولا حاله، وإنما يقال له: أمضي إلى موضع كذا وكذا فسلم ما معك من غير أن يشعر بشيء ولا يدفع إليه كتاب لإلا يوقف على ما تحمله منه. هذا أيضا في كتاب الغيبة للشيخ الصدوق للشيخ الطوسي صفحة 295-296. هذه الرواية الثانية، هذه واضحة في الدلالة أيضا على استلام الخمس. الرواية الثالثة أيضا من رواية الشيخ الصدوق في الإكمال، روى الشيخ الصدوق في الإكمال بسنده إلى أبي جعفر ابن علي بن سنان الموصلي عن أبيه أنه قال: لما قبض سيدنا أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليهما وفد من قم والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرسم والعادة، ولم يكن عندهم علم بوفاة الحسن عليه السلام، فلما أن وصلوا إلى سر من رآه وعلموا بوفاته سألوا عن وارثه، فقيل لهم: أخوه جعفر بن علي اللي هو الملقب بالكذاب، اللي هو جعفر بن الكذاب. فسألوا عنه فقيل لهم: إنه قد خرج متنزها في ججلة يشرب ومعه المغنون، فلما رجع دخلوا عليه وقالوا: يا سيدنا، نحن من قم وجهاتها وكنا نحمل إلى سيدنا أبي محمد
عليه السلام الأموال، فخبرنا عن مقدارها ومن أين جمعت. فقال لهم جعفر: كذبتم، تقولون على أخي ما لا يفعله، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه غير الله. فلما سمع القوم كلامه جعل بعضهم ينظر إلى بعض، ثم قال لهم: ادفعوا المال. فقالوا: إنا قوم مستأجرون، وإنا لا نسلم المال إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من أخيك، فإن كنت إماما فبرهن لنا، وإلا رددنا الأموال لأصحابها. فقام جعفر ودخل على الخليفة واستعداه عليهم، فأمره بدفع الأموال إلى جعفر. فقالوا: إنا قوم مستأجرون، وقد أمرنا أن لا ندفع المال إلا بعلامة ودلالة كما جرت. وكان يصف لنا الدنانير وأصحابها ومقدارها، فإن يكن هذا صاحب الأمر من بعده فليقم لنا ما كان يقيمه أخوه، وإلا رددنا المال لأصحابه. ثم إنهم خرجوا من سامراء، وفيما هم خارج البلدة وإذا بشاب قد لحق بهم، وقال: يا فلان ويا فلان، أجيبوا مولاكم. فرجعوا ودخلوا على الإمام عليه السلام، فأخبرهم بالمال ومقداره ومن أرسله، فدفعوا إليه المال. ثم أوصاهم بأن لا يحملوا إلى سامراء بعد ذلك شيئا، وأن يرسلوا الأموال والكتب إلى نوابه في بغداد. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة أيضا من الشيخ، مصدر الرواية إكمال الدين، عزيز إكمال الدين وإتمام النعمة. الرواية الثالثة إكمال الدين وإتمام النعمة أيضا للشيخ الصدوق. الرواية الرابعة أيضا للشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن محمد بن علي بن متيل، قال: كانت امرأة يقال لها زينب من أهل آبة، وكانت امرأة محمد بن عبديل الآبي، معها 300 جعفر بن أحمد بن متيل، وقالت: أحب أن يسلم هذا المال من يدي، يسلم هذا المال من يدي إلى يدي أبي القاسم بن روح. قال: فأنفذني معها أترجم عنها. فلما دخلت على أبي القاسم بن روح أقبل عليها بلسان آبي فصيح، فقال لها: زينب جونا جون بدا قولي جونستي، ظهر يعني بلغة أهل ذلك المكان، ومعناه: كيف أنت وكيف كنت وما خبر صبيانك. فاستغنت عن الترجمة وسلمت المال ورجعت. هذا أيضا في كتاب الغيبة صفحة 321. وأيضا رواية أخرى، وهي الرواية الخامسة، عن الشيخ المفيد في الإرشاد، قال: حمل رجل من أهل آبه شيئا يوصله، ونسي سيفا بآبه، كان أراد حمله، فلما وصل الشيء كتب إليه بوصوله، وقيل في الكتاب: ما خبر السيف الذي نسيته. شوف الإمام، حتى الأموال التي نسيها الناس يخبرهم عنها. هكذا في الإرشاد في صفحة 335، وفي أصول الكافي الجزء الأول صفحة 523. وأيضا روى الطبري في دلائل الإمامة بسنده عن أحمد الدينوري، قال: انصرفت من أردبيل إلى دينور، أريد الحج بعد مضي أبي محمد بسنة أو سنتين، وكان الناس في حيرة، فاجتمعت الشيعة عندي وقالوا: قد اجتمع عندنا 16,000 دينار من مال الموالي، ونحتاج أن نحملها معك لتسلمها، بحيث يجب تسليمها. قال: فقلت: يا قوم، هذه حيرة ولا نعرف الباب في هذا الوقت. فقالوا: إنما اخترناك لحمل هذا المال لما نعرف من ثقتك وكرمك، فاعمل على أن لا تخرجه من يدك إلا بحجة. فحمل إلي ذلك المال في صرر باسم رجل، فحملت ذلك المال وخرجت. فلما وافيت قرميسين، هاي منطقة معروفة بين همدان وحلوان، كان أحمد بن الحسن مقيما بها، فصرت إليه مسلما. فلما لقيني استبشر بي، ثم أعطاني 1,000 دينار في كيس، وتخوت ثياب من ألوان معلمة لم أعرف ما فيها، ثم قال لي: احمل هذا معك ولا تخرجه عن يدك إلا بحجة. قال: فقبضت منه المال والتخوت بما فيها من الثياب، فلما وردت بغداد
لم تكن لي همة غير البحث عمن أشير إليه بالنيابة، فأشاروا إلى الباقطاني وإسحاق الأحمر وأبي جعفر العمري، فأتيت الباقطاني وإسحاق الأحمر فأخبرتهما فلم يأتيا بحجة، فصرت إلى أبي جعفر العمري فوجدته شيخا متواضعا عليه مبطنة بيضاء قاعد على لبد في بيت صغير ليس له غلمان، قال فسلمت فرد جوابي وأدناني ووسط مني، ثم سألني عن حالي فعرفته أني وافيت من الجبل وحملت مالا، قال فقال إن أحببت أن يصل هذا إلى من يجب أن يصل إليه يجب أن تخرج إلى سر مرة وتسأل عن دار ابن الرضا وعن دار فلان ابن فلان الوكيل، وكان دار ابن الرضا عامرة بأهلها، فإنك تجد هناك من تريد أو ما تريد عفوا. قال فخرجت من عنده ومضيت نحو سر مرة وصرت إلى دار ابن الرضا وسألت عن الوكيل، فذكر البواب أنه مشتغل في الدار وأنه يخرج آنفا، فقعدت على الباب أنتظر خروجه، فخرج بعد ساعة فقمت وسلمت عليه، فأخذ بيدي إلى بيت كان له وسألني عن حالي وعما وردت له، فعرفته إني حملت شيئا من المال من ناحية الجبل وأحتاج إلى أن أسلمه بحجة، فقال نعم، ثم قدم إلي طعاما وقال لي تغدى بهذا واسترح فإنك تعب، وإن بيننا وبين صلاة الأولى ساعة، فإني أحمل إليك ما تريد. قال فأكلت ونمت، ولما كان وقت الصلاة نهضت وصليت وذهبت إلى المشرعة فاغتسلت وانصرفت إلى بيت الرجل، ومكثت إلى أن مضى من الليل ربعة، فجاءني ومعه درج فيه بسم الله الرحمن الرحيم وافي أحمد بن محمد الدينوري، وحمل 16,000 في كذا وكذا صرة، فيها صرة فلان وفلان كذا وكذا دينار، وصرة فلان ابن فلان كذا وكذا دينار، إلى أن عد الصرر كلها إلى آخر الكلام. هذه الرواية أيضا موجودة في فرج المهموم في الدلائل، وفي فرج المهموم السيد ابن طاووس في صفحة 241. هذه الرواية السادسة. الرواية السابعة ما ورد في الكافي في باب مولد الصاحب عن علي بن محمد بن محمد بن علي بن شاذان النيسابوري، قال اجتمع عندي 500 درهم تنقص 20 درهما، فأنفذت أن أبعث بخمسمائة تنقص عشرين درهما، فوزنت من عندي 20 درهما وبعثتها إلى الأسدي، يعني يقصد يعني محمد بن جعفر الأسدي، وكان وكيلا للإمام في الناحية، يعني عفوا وكيلا للناحية في هناك، ولم أكتب مالي فيها، فورد وصلت 500 درهم لك منها 20 درهما. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 523. وفي الرواية الثامنة أيضا في الكافي أيضا عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار، قال شككت عند مضي أبي محمد عليه السلام، واجتمع عند أبي مال جليل فحملته وركب السفينة وخرجت معه مشيعا، فوعك وعكا شديدا يعني مريض، فقال يا بني ردني فهو الموت، وقال لي اتق الله في هذا المال فأوصى إلي فمات، فقلت في نفسي لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح، أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري دارا على الشط ولا أخبر أحدا بشيء، وإن وضح لي شيء كوضوحي في أيام أبي محمد أنفذته وإلا قصفت به، يعني يقصد أنه يتصرف به إذا ما حصل على بينة. يقول فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أياما، فإذا أنا برقعة مع رسول فيها يا محمد معك كذا وكذا في جوف كذا وكذا، حتى قص علي جميع ما معي مما لم أحط به علما، فسلمته إلى الرسول وبقيت أياما لا يرفع لي رأس واغتممت، فخرج إلي قد أدقمناك مكان أبيك فاحمد الله، يعني كان شنو خجلان من هذا اللي كان يفكر به. هذا أيضا في الكافي في الجزء الأول صفحة 518، وفي كتاب الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 331. وأيضا في البحار روى محمد بن الحسين أن التميمي حدثني عن رجل من أهل أسترابات قال صرت إلى العسكر
ومعي 30 دينارا في خرقة منها دينار شامي، فوافيت الباب وإني لقاعد إذ خرج إلي جارية أو غلام، الشك مني يعني ما يعرف جارية أو غلام، فقال هات ما معك، فقلت ما معي شيء، فدخل ثم خرج فقال معك 30 دينارا في خرقة خضراء منها دينار شامي وخاتم كنت نسيته فأوصلته إلي وأخذت الخاتم. هذا أيضا. وفي الكافي أيضا عن علي بن محمد قال أوصل رجل من أهل السواد مالا فرد علي وقيل له أخرج حق ولد عمك منه وهو 400 دينار. هذا أيضا في الكافي. وكان الرجل في يده ضيعة لولد عمه فيها شركة قد حبسها عليهم، فنظر فإذا الذي لولد عمه من ذلك المال 400 درهم فأخرجها وأنفذ الباقي فقبل. هذا أيضا في الكافي في الجزء الأول كتاب الحجة باب مولد الصاحب في صفحة 519. وفيه أيضا في الكافي عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله النسائي قال أوصلت أشياء للمرزبان الحارثي فيها سوار ذهب فقبلت، ورد علي السوار فأمرت بكسره فكسرت فإذا في وسطه مثاقيل حديد ونحاس وصفر، فأخرجته وأنفذت الذهب فقبل. هكذا كما ورد في الكافي في نفس الصفحة السابقة، وأيضا في الكافي وأيضا في غيره وهكذا. وأيضا ورد أيضا في كمال الدين للشيخ الصدوق بسنده عن نصر بن الصباح البلخي قال كان بمرو كاتب كان للخوزستاني سماه لي نصر، واجتمع عنده مال 1000 دينار للناحية، فاستشارا للناحية يعني الإمام، فقلت ابعث بها إلى الحاجزي، فقال هو في عنقك إن سألني الله عز وجل عنه يوم القيامة، فقلت نعم. قال نصر ففارقته على ذلك، ثم انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال، فذكر أنه بعث من المال 200 دينار إلى الحاجزي، فورد إليه عليه وصولها والدعاء له، وكتب إليه كان المال 1000 دينار، فبعث 200 دينار، فإن أحببت أن تعامل أحدا فعامل الأسدي بالري. قال نصر وورد إلي نعي حاجز فأخبرته، فجزع من ذلك جزعا شديدا واقتم، فقلت له ولم تقتم وتزعل وقد من الله عليك بدلالتين، قد أخبرك بمبلغ المال وقد نعي إليك حاجزا مبتدئا. هذا أيضا في كمال الدين في الجزء الثاني صفحة 488 في الحديث رقم 9. وأيضا روى الشيخ الصدوق بسنده عن نصر بن الصباح قال إن أنفذ رجل من أهل بلخ 5 دنانير إلى حاجز هذا الوكيل وكتب رقعة وغير فيها اسمه، فخرج إليه الوصل باسمه ونسبه والدعاء له، طبعا غير فيه اسمه ومع ذلك رجع له الوصل باسمه والدعاء له. نعم، روايات كثيرة جدا، الروايات تقريبا 19 رواية تقريبا أو أكثر من ذلك. نقرأ هذه الرواية ما قبل الأخيرة. قال الشيخ الطوسي حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن هارون قال كان للغريم علي 500 دينار، فأنا ليلة ببغداد وبها ريح وظلمة وقد فزعت فزعا شديدا وفكرت فيما علي ولي، وقلت في نفسي لي حوانيت اشتريتها 530 دينارا وقد جعلتها للغريم يعني للإمام 500 دينار. قال فجاءني من يتسلم مني الحوانيت وما كتبت إليه شيء من ذلك هكذا من قبل أن أطلق بها لساني ولا أخبرت به أحدا. هكذا في كمال الدين في الجزء الثاني صفحة 492. وفي رواية روى محمد في رواية في المحاسن للبرقي روى محمد ابن يعقوب عن أحمد بن يوسف الساسي قال لي محمد بن الحسن الكاتب المروزي وجهت إلى حاجز الوشاء 200 دينار وكتبت إلى الغريم بذلك، فخرج الوصل وذكر أنه كان قبلي ألف دينار وإني وجهت إليه 200 دينار، وقال إن أردت أن تعامل أحدا فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري، فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه بعد 2 أو 3، ف
فأعلمته بوفاته فاقتم، فقلت له لا تقتم، فإن لك في التوقيع إليك دلالتين، إحداهما إعلامه إياك أن المال 1000 دينار، والثاني أمره إياك بمعاملة أبي الحسين الأزدي لعلمه بموت حاجز. هذا ورد أيضا في كتاب المحاسن في الجزء الأول صفحة 40، وورد في كتاب البحار عن كمال الدين للشيخ الصدوق عن الحسين بن علي بن محمد القمي المعروف بأبي علي البغدادي قال: كنت ببخارى فدفع إلي المعروف بابن جاوشير 10 سبائك ذهبا، وأمرني أن أسلمها بمدينة السلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه، فحملتها وعي، فلما بلغت آمويه ضاعت مني سبيكة، ضاعت مني سبيكة من تلك السبائك، ولم أعلم بذلك حتى دخلت مدينة السلام، فأخرجت السبائك لأسلمها فوجدتها ناقصة واحدة، فاشتريت سبيكة مكانها بوزنها وأضفتها إلى 9 سبائك، ثم دخلت على الشيخ أبي القاسم الروحي قدس الله روحه ووضعت السبائك بين يديه، فقال لي: خذ هذه السبيكة التي اشتريتها، وأشار إليها بيده وقال: إن السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إلينا وهو داهية. ثم أخرج لي تلك السبيكة التي ضاعت مني بآمويه، فنظرت إليها وعرفتها. هذا أيضا ورد في كتابي كمال الدين وإتمام النعمة. وورد في البحار أيضا عن كمال الدين وإتمام النعمة عن الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن الحسن الصيرفي الدورقي المقيم بأرض بلق قال: أردت الخروج إلى الحج وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضة، فجعلت ما كان معي من الذهب سبائك وما كان معي من الفضة نقرة، وكان قد دفع ذلك المال إلي ليسلمه للشيخ أبي القاسم الحسين بن روح. قال: فلما نزلت سرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل وجعلت أميز تلك السبائك والنقر، فسقطت سبيكة من تلك السبائك مني وغاضت في الرمل، يعني وغاصت في الرمل هو كاتب وغاض وأنا لا أعلم. قال: فلما دخلت همدان ميزت تلك السبائك والنقر مرة أخرى اهتماما مني بحفظها، ففقدت منها سبيكة وزنها 100 مثقال و3 مثاقيل، أو قال 93 مثقالا. قال: فسبكت مكانها من مالي بوزنها سبيكة وجعلتها بين السبائك، فلما وردت مدينة السلام قد قصدت الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح وسلمت إليه ما كان معي من السبائك والنقر، فمد يده من بين السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مالي بدلا مما ضاع مني، فرمى بها إلي وقال لي: ليست هذه السبيكة لنا، سبيكتنا ضيعتها بسرخس حيث ضربت خيمتك في الرمل، فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلت واطلب السبيكة هناك تحت الرمل، فإنك ستجدها وتعود إلي ها هنا فلا تراني. قال: فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث كنت نزلت ووجدت السبيكة وانصرفت إلى بلدي، فلما كان بعد ذلك حججت ومع السبيكة فدخلت مدينة السلام، وقد كان الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح مضى، ولقيت أبو الحسن علي بن محمد السمري فسلمت إليه السبيكة. هذه الروايات واضحة جدا أن الإمام الحجة سلام الله عليه كان هو آخر إمام يستلم الحقوق الشرعية من شيعته في جميع البلدان الإسلامية، وهذا يعني أن ما يقوله البعض من قضية كون الخمس قد أبيح للشيعة وأنه ليس واجبا دفعه إليهم، هذا كلام ليس صحيحا، وقد أثبتنا ذلك في المحاضرات السابقة. هذا تمام الكلام في هذه القضية، وهي أن الإمام عليه السلام كان ملتزما باستلام الحقوق الشرعية. إن شاء الله سيأتي بعد ذلك الحديث حول الأشخاص الذين ينتسبون إلى بني هاشم من ناحية الابن، أو من ناحية الأم، ومن الذي يستحق الخمس
شرعا، والحمد لله رب العالمين. نعم المصادر، نعم المصادر، عفوا المصادر. المصادر كمال الدين الجزء الأول صفحة 150 و152. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 295 و296. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 321. كتاب الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 335، وأصول الكافي الجزء الأول صفحة 523. كتاب فرج المهموم للسيد بن طاووس صفحة 241. كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 523. كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 518، وكتاب الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 331، وكتاب الكافي الجزء الأول صفحة 519، كتاب الحجة باب مولد الحاجب، موجود عفوا باب مولد الصاحب. وكتاب الكافي الجزء الأول كتاب الحجة باب مولد الصاحب صفحة 523. وكمال الدين الجزء الثاني صفحة 488، وكمال الدين مرة أخرى في الجزء الثاني صفحة 488 الحديث العاشر، يعني الحديث التاسع أولا ثم الحديث العاشر ثانيا. كمال الدين مرة ثالثة في الجزء الثاني صفحة 489، وكمال الدين في الجزء الثاني صفحة 492، وأصول الكافي الجزء الأول صفحة 524، وكتاب المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة 40. هذه مصادر الروايات التي ذكرتها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.